في وسطنا في حولنا لم تستطع الإطار الإيجابي، لا تتأثروا بأي إشاعة، تتثبتوا من الأخبار قبل نشرها، وبعد مرة تجي واحد السيل الهادئ والطوفان ديال الزوابع ديال الأخبار الزائفة باش تزعزع الناس. خصنا نكون عندنا حنا واحد البوصلة واضحة. الحمد لله بلد مثل المغرب أنا إلى ما هو أفضل. إذن هناك أمور كثيرة تحققت في الواقع بالإحصائيات والدلائل في جميع المجالات، بعضها تطور بزاف، بعضها تطور شوية، ولكن لا يزال أمامنا خصاص. خصنا يكون عندنا الإصرار على الاستمرار ليه باش هذا الخصاص نعالجوه ونواجهوا جيوب المقاومة التي هي موجودة في كل زمان ومكان أمام كل حركة إصلاحية، ومن كل عمل إصلاحي احنا واعيين بهذا الشيء، ولكن احنا بالإصرار سننتصر. رتبة لسنتين 2017-2018 قدمنا 17 رتبة لأول مرة في تاريخ المغرب في مؤشر ملمس البترول، تقدموا سنتين متتاليتين بهذه القفزات. هذا إنجاز صحيح، ما قدمناش على الفساد وعلى الرشوة كاملة، صحيح حتى واحد ما كيقول هذا الشيء. أنا ولادي يقراو في التعليم العمومي، ما نمشوش للبكالوريوس في التعليم العمومي، وباقي بعد نفس التعليم العمومي، وحنا قرينا في التعليم العمومي، أنا كنضرب في التعليم العمومي. الأطر العليا هذا هو الدور اليوم. التعليم العالي 6% ديال الطلبة اللي كيقراو في القطاع العام، التعليم العالي 6 94% كيدرسو في التعليم العمومي، ويخرج أطباء، ويخرج مهندسين، ويخرج إداريين، ويخرج مدبرين، ويخرج أطر عليا مهمة في المنشأ في العالم اللي كتخدم. بل هذه الصناعة دابا اللي كتنتعش في المغرب، واللي اليوم المغرب أصبح من أكثر الدول إفريقية في مجال الصناعة، الصادرات الصناعية، أصبح أكبر مصنع ومصدر للطائرات للسيارات في إفريقيا، أكبر مصنع ومصدر للسيارات في إفريقيا. تجاوزنا منذ 2000 منذ 3 سنوات تقريبا تجاوزنا جنوب إفريقيا، باش يصنع دابا 700,000 إن شاء الله في القريب في السنوات المقبلة، ربما في 2023 غادي نوصلوا إلى تصنيع 1,000,000 سيارة. هذا ما جاش من الفراغ، وكلهم أطر مغربية، كلهم أطر مغربية. كان دافعوا على راسنا وغادي ندافعوا على راسنا بالطرق القانونية، بالطرق المعقولة، بالأدب ديال الدفاع عن النفس، ما يدافعوش على نفسنا بالباطل، لكن ندافع عن أنفسنا بالحق. ونواجه واحد الحملة كتكون أحيانا من الأخبار الزائفة التي تنشر أحيانا عمدا، وأحيانا بعض الناس بما فيه بعض أعضاء الحزب ينشرونها وهم لم ينتبهوا، فلذلك خصنا ننتبهوا لهذا الشيء. وأنا غير منذ أيام ولا أسبوعين في واحد التجمع مثل هذا في الرباط بينت هذه القضية ديال المعاقب، ديال الضريبة على المعاقب، وقلت لهم هذه واحد الموضوع تضخم وتعطى لي واحد البعد لا أساس له من الصحة. إذا عرفنا أن 90% من المعاشات ديال المتقاعدين، أعتذر، من معاشات المتقاعدين، إذا عرفنا بأن 90% من المتقاعدين لا يؤدون الضريبة على الدخل، صافي داكشي راه غنكون نوقع عندك، لأن عندك اللي عنده قبل 15,000 درهم عنده تخفيض ديال 55%، ديال 60% دابا في آخر ديال هاد القانون المالية ديال 2020 رفعها من 55 ل60% ديال التخفيض تو دباتمون، بمعنى اللي عنده 6,000 درهم كتنقص 60% كينزل على الحد الأدنى اللي عليه الضريبة على الدخل، يعني 6,000 درهم. فلذلك هذا مخيف، وحتى اللي عنده أكثر من 16,000 درهم وعنده 60% فهو راه عنده واحد
صغيرة بالمقارنة مع الموظف العادي أو العامل العادي. إذا هذا مضخم باش يقول خصنا نعاود نزيدو نخفضو إلى آخره، هذا طلب إلى تبدو باش تشرع، ولكن غير خصنا نعرفو بأن كيعني واحد 10% باش الواحد كيدافع على شي حاجة وهو ما معنيش فيها، هو أصلا معفي. أنا باش نوصل في الوقت نجيو للواحد ديال صناعة التكنولوجيا. على كل حال حنا في المجال شي حاجه في خدمه الوطن، في خدمه الوطن، في خدمه المواطنين، في تفعيل تنشيط وتعطير العمل السياسي جاد، فنحن موجودين.